ورجعنا لحضراتكم تاني. نبتدي أخبارنا النهاردة من الفشل الزريع كالعادة اللي حصل بالأمس 20 سبتمبر ثورة 20. قعدوا بقى يغنوها بقى، كانوا قربوا يعملوها في الأغاني إن 20 سبتمبر ثورة، وهم طبعا كانوا يتمنوها، كانوا يتمنوا الخراب ويتمنوا البهدلة ويتمنوا الدنيا تتبهدل، وراحوا بقى حاطين صور من فابريكا وفيديوهات من 2011. بس على مين؟ ده احنا نزلنا الشارع عشان نتفرج. تعرف بقى الخبر، بس عشان نقول الخبر في البداية، بيقول السخرية من فشل الأخوان من الحشد للتظاهرات فاشلون في كل مكان. طبعا أنا نزلت امبارح مصر الجديدة مثلا عشان نشوف الثورة اللي في الشارع دي، لقيت ثورة بقى في حتة غير شارع الثورة يعني، لقيت ثورة بقى بس كان عند الراجل بتاع الشاورما. الدنيا زحمة جدا، الدنيا زحمة ومفيش مراعاة ثورة عبقرية، ما كانش في مراعاة للإجراءات الاحترازية الصراحة يعني. كانت الناس واقفة من غير كمامة وواقفة تشتري شاورما، غير كده يا باشا ما شفناش أي حاجة. وكان في ثورة في وسط البلد برضه، بس عشان الأوكازيون والمحلات، كان في وحملة ما تغلاش عليك بتاعت المدارس، أهلا مدارس. غير كده ما شفناش زحمة في أي حتة، وطبعا كان في زحمة على القهوة عشان ماتش امبارح ليفربول وتشيلسي، لكن غير كده ما شفناش حاجة. الفيديوهات بقى اللي هم عارضينها والصور اللي هم عارضينها دي حاجات مواد ارشيفيه من سنه 2011. مين يعرف كده؟ احنا نعرف كده، احنا بتوع الاعلام دي شغلتنا، ده اكل عيشنا يعني، فاحنا فاهمين ايه اللي بيحصل. وان انا اجيب لك زحمه وبعدين اجيب لك صوره عربيه شرطه حديثه عشان لما تشوفها تقول ده دلوقتي عشان صوره العربيه دي حديثه، فالكلام ده كله يعني متفاهمينه. لكن كان يوم الحقيقه امبارح كان يوم جميل ويوم لطيف، ودايما فاشلين والدنيا شغاله والناس مستمتعه والناس بتنزل والناس بتشتري ومفيش اي حاجه يعني. اعتقد الرئيس امبارح نزل بالعجل مع الشباب، انا شفت صور امبارح. ما هي دي ثوره رياضيه برضه مش مشاكل يعني. بس لا، عايزين نقوله، ويمكن ده حتى يمكن جزء تاني من الخبر كنا هنقراه لحضراتكم دلوقتي، انه خلاص احنا اتعودنا على الطريقه دي، وان ده ان دل على شيء برضه بياكد الفشل. عارف لما يبقى حد فاشل بس عايز ياكد عليك ويقول لك انا فاشل انا فاشل انا فاشل، فهو اللي بيحصل ان هو بياكد على الفشل ويقول لك انا فاشل. لكن في نفس الوقت استغلال بعض الحاجات انا بشوف انها سواء بقى اختلفنا اتفقنا عليها بنصلح فيها بنظبط فيها، لكن الحق ده بيعمله مش عارف طرق وصارفين فلوس الدوله كلها على الطرق والكباري، الحق ده موضوع الهدم والاعتداءات اللي كانت على او التعدي على اراضي الدوله ومخالفات البناء والتصالح والفلوس اللي بتدفع. فاستغلال اي حاجه بتحصل عشان نقول الناس قايمه وهتعمل ثوره والناس بتقول والناس متجمهره في الشارع، لكن طبعا كل دي اكاذيب، كل دي يعني الحقيقه في الشارع. انا وسحاب مش طالعين النهارده عشان نقول لكم ده ما حصلش، الشارع عندكم يعني وسط البلد الناس كلها كانت فيها امبارح، مصر الجديده الناس كانت فيها امبارح، التجمع كانوا بيقول كان موجود. فده رد. تاني حاجه انه جماعة الإخوان دي مش أول مرة، ولا السنة دي ولا السنة اللي فاتت ولا من 10 سنين، من يومها وفي انشقاقات داخلية جوه الجماعة. هم عندهم اختلافات وخلافات تنظيمية طول الوقت ما بينهم، لكن الفكر الإرهابي هو واحد، الفكر الإرهابي واحد. عمليات التنظيم هي دي اللي بتختلف، وبالتالي بنلاقي مش عارفة جماعة كذا وجماعة كذا وتختلف المسميات، في الآخر هي جماعة إرهابية واحدة خلاص احنا حفظناها وفهمناها. امبارح شفنا الفاشل اللي هو دعا للتظاهرات وهو بيتخانق وبيشتم أسياده بتوع القنوات المعادية لمصر، بيقول لهم انتوا فين ورحتوا فين وجيتوا منين ومفيش حاجة ليه على القنوات. طب حبيبي كان لسه بيمنتجوا حاجات يفبركوها، طب يعني هيعملوا ايه؟ طيب هيجيبوا لك منين؟ يعني هم عايزين يعرضوا على ألبوم زي العسل، بس هيجيبوا منين يا حبيبي؟ طيب ما فيش. بس هم فاكرين، أول حاجة أنا عايز أقولها بس قبل ما أقول هم فاكرين، عاوز اقول ان احنا مش طالعين نقول الدنيا تمام وزي الفل والناس نازله في الشارع مبسوطه وبتغني في الشارع من كتر الانبساط، لا ابدا. مصر فيها مشاكل وهيفضل فيها مشاكل الى ابد الابدين، عمر ما مشاكل الناس كلها تتحل، عمر ما الناس هتقوم الصبح يبقى الدنيا زي الفل ومبسوطين وما عندناش مشاكل، يعني دي طبيعه الحياه. وانت مش دوله من الدول المتقدمه، انت كل سنه عمال تزيد ناس، كل ما يبني لك وحدات بيجي لك ملايين تاني عايزين
مليون وحدات سكنيه، انت بتتكلم على دوله كمان 30 سنه هتبقى زادت بنسبه 100%، عددنا هيبقى 200 مليون، فالمشاكل دي مستمره معايا مكمله يعني. يعني بعد ما احنا حتى نتكل على الله في الجيل اللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا، المشاكل دي مكمله، مفيش مشاكل بتتحل، مفيش مشاكل هتتحل، لكن في دوله في دوله بتشتغل، في دوله بتجتهد، في حكومه سهرانه بتشتغل. احنا مش بنأيد السيسي اللي هو التأييد المطلق، احنا بنأيد المشروع بتاعه، المشروع اللي هو بيعمله، ان هو بيشتغل. ألد يعني ألد الأعداء للسيسي، محدش قال ده بياخدوا فلوس يحطوه في جيبهم أو ما بيشتغلوش، بيقول لك يعني تخيلوا بينتقدوا إيه؟ ده بياخد الفلوس يعمل بيها مشروعات، ما المشروعات الكبر اللي أنا بطلع عليه والطريق اللي أنت بتعمله لي والصرف الصحي والطرق اللي كانت بايظة، تعالوا شوف الناس اللي كانت ساكنة في اللي عيشش هنا والنهارده ساكنه في عمارات، احنا مش طالعين نطبل لحد، احنا بنقول حقيقه تتشاف بالعين، مش بنحكي على امنيات ولا بنحكي عن امال ممكن تحصل، احنا بنتكلم على حاجات بنشوفها بعينينا، على طريق بنمشي عليه، لكن هم فاكرين ان الناس اشتقت للجان الشعبيه، ان انت وانت داخل وانت ومراتك تلاقي عيل خارج من السجن بيقول لك افتش شنطه مراتك، هم فاكرين ان احنا اشتقنا للكهرباء اللي كانت بتقطع طول اليوم في كل مناطق مصر، الكهرباء بتقطع اليوم كله، ما حدش كان عارف يشغل المروحه في الحر، هم فاكرين ان احنا اشتقنا للي وانت ماشي في الشارع يقول لك انت مسيحي ولا مسلم، انت اخواني ولا انت مسلم اخواني ولا مسلم عادي، هم فاكرين ان احنا اشتقنا للفوضى وقله الادب والهرجله، هم فاكرين ان احنا اشتقنا ان احنا نبقى بلد خربانه، ان شكلنا يبقى عره قدام العالم كله، هم فاكرين ان احنا اشتقنا لده، ابدا، احنا مشتاقين دايما لبلد، والمشروع شغال وبيكمل، واحنا دايما ندعمه لطرق عمال تحلو يوم من بعد يوم، لمستقبل افضل لمصر ولعيالي، لتعليم افضل لمصر لعيالي ولعيالك، في مشاكل في مشاكل يا عم، حدش قال ما فيش مشاكل، في مشاكل وهيفضل في مشاكل وبنسعى والدوله بتسعى لحلها، لكن محدش بياخد فلوس يحطها في جيب، ومحدش بيسرقك، محدش بياخد الفلوس دي ويروح يعمل بيها مشروعات لعياله، مفيش حد بيعمل كده، بنشوف بعينينا الفلوس لما بتتاخد بيتعمل فيها ايه، فكل محاوله فاشله من مجموعه من الفاشلين دولهم فاشلين. الجهاد الحقيقه يعني هم بيرتكزوا، وده طبعا من تحليل كتير من الخبراء بشؤون الحركات الارهابيه، الجهاد بتاعهم بيرتكز على اكتر من نقطه، منها طبعا الجهاد السياسي، واحنا بنشوف كان هدف انهم يوصلوا للحكم، وده مش في مصر بس، ويرجعوا الخلافه الاسلاميه مهما ده كلفهم، الجهاد المسلح مش فارق معاهم، نقتل وندمر ان شاء الله يا رب نبيد الناس كلها، المهم اننا نوصل للي احنا عاوزينه، والجهاد الالكتروني وده الحديث بقى في طرق الجهاد، ان احنا نشتغل على نفسيه الناس، ان احنا نعمل حشد عن طريق السوشيال ميديا، ان احنا نلعب كده على المشاعر وعلى النفسيه ونثير الغضب الداخلي جواهم، وبالتالي يبقى في ردود افعال. دي طرق الجهاد اللي هم شغالين بيها، لكن زي ما سيادة الرئيس وزي ما كلنا بنراهن على وعي الشعب المصري، واعتقد تجربتنا المريرة السنة اللي مرينا بيها في حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلتنا كل الكلام ده مهما كان بيحصل، مهما قارينا ومهما شفنا حشد، احنا قادرين كويس قوي اننا نميز ونعرف بين الصح والغلط وبين الحق وبين الباطل مهما كانت مشاكلنا الفعلية اللي احنا بنمر بيها، لكن احنا نقدر نعديها ونحلها من غير الجماعة دي تظهر على السطح ولا تكون موجودة بيننا. طبيعي، واحنا يمكن برضو كان في نفس السياق خبير بشؤون الحركات الإرهابية يكشف عدة خطوط تعتمد الإخوان في تحركها ضد مصر، اتكلمنا في كل حاجة، هم بيعتمدوا على توظيف الإعلام، بيعتمدوا على السوشيال ميديا، هو دي المعركة بتاعتهم، لكن على في الشارع وعلى أرض الواقع ملهمش وجود، ودول شوية فران بيتحركوا لما انت تتحرك، بيتحركوا لما يركبوا على الحدث، لكن هم يصنعوا حدث، هم اقل من ان هم يصنعوا حدث، ومصر مكمله، ومصر بخير، ومصر بسلام، ومصر هتبقى افضل، وصدقوني مش بطلع الكلام ده عشان يعني كلام بنقوله مجامله لحد او مطلوب مننا، ان ابدا ابدا احنا بنقول كلام احنا عايشين، وانا يعني من الناس اللي عانيت الامرين، ويمكن اللي بيتابعنا من زمان يفتكر لما كنت بنزل وانا مراسل في الحاجات اللي بغطيها، الناس لما كانت بتموت والناس تتضرب في الشارع والناس تتهان والناس كنا بننزل نغطي ده من الشارع، فالواحد شاف بعينيه
الشارع زمان وشاب عنيف الشارع دلوقتي، فيقدر يحكم. يمكن الأطفال اللي كانوا صغيرين ودلوقتي بقوا شباب بيشوفونا أيام 2011 يقدروا يتفهموا، يقدروا يعرفوا أو يرجعوا حتى لليوتيوب، كل ده موجود صوت وصورة، والتاريخ ما بيموتش أبدا. مصر كبيرة ومصر هتفضل كبيرة. مصر هتفضل كده. طيب نروح لخبر تاني، الافراح والجنازات، وطبعا الظروف الاستثنائيه اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت بسبب فيروس كورونا، لكن الخبر بيتكلم عن 7 قرارات بيتم تطبيقها بدءا من اليوم. اقامه صلاه الجنازه والافراح الابرز وفقا لقرارات اجتماع اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. نقول لحضراتكم بعض القرارات دي: استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، أماكن تكون مفتوحة. الحفلات اللي كانت اتمنعت من الفنادق والمنشآت السياحية رجعت تاني، لكن يكون بحد أقصى 300 فرد. عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية. يعني برضو التأكيد على فكرة سواء جنازة أو فرح، القاعة أو المكان اللي هيكون فيه الفرح أو الجنازة يكون في قاعة مكشوفة. تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%. السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فرد. عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، وفتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب. بدأنا بفتح تدريجي، لكن الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي ل يعني مرحلة كويسة جدا جدا. اعتقد ان الحياة رجعت بصورة طبيعية، لكن كل الفرق في كل القرارات دي ان المطلوب مننا الحرص بشكل شخصي، يعني كل واحد بس يخاف على نفسه ويلتزم، ان شاء الله كل خير وسلامة للجميع. تمام. بالنسبة لي يعني البيان اليومي لوزارة الصحة بتقول زيادة الوفيات انخفاض الإصابات. الصحة تعلن بيان كورونا 115 حالة جديدة و20 حالة وفاة، ده بيان كورونا عن اليوم يعني. فبنتمنى الخير وبنتمنى ان احنا نخلي بالنا من نفسنا الفترة اللي جاية. متوقع الشهر او الشهر يعني الشهرين اللي جايين شهر 10 و11 يبقوا صعبين جدا. ان شاء الله يجي وان شاء الله يعدوا على خير، وان شاء الله ناخد بالنا من نفسنا، وان شاء الله ناخد بالنا من كل حبايبنا وكل اللي حوالينا في الزحمة، في رايحين نحضر اكليل، رايحين نحضر فرح كبير، رايحين نحضر حاجة فيها زحمة. من فضلك الكمامة مش هتخسرك كتير، وان شاء الله كل الخير. اكيد ان شاء الله. طيب الاولى بالرعايه، وطبعا في ناس كتير قوي بتحتاج للرعايه وللاهتمام، في اسر نفسها انها تجوز بناتها، واحنا شفنا ازمات كبيره جدا كان فيها الغارمات اللي هم يعني بيتكلفوا ويتسجنوا ويدفعوا من حياتهم ومن الاوقات اللي ممكن يقضوها من عمرهم مع بناتهم او مع عائلتهم عشان خاطر يقضوا احتياجاتهم او يوفروها لاولادهم. الخبر بيتكلم عن ان محافظ القاهره شهد حفل توزيع اجهزه كهربائيه على 50 عروس من الاولى بالرعاية، وده كان بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية. نخرج نشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر في التقرير اللي عمله لنا زميلنا كامل، ونرجع مرة تانية. شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح يوم السبت بالحديقة الدولية بمدينة نصر الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لتسليم الأجهزة الكهربائية ل50 من عرائس الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور نواب المحافظ للمناطق ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، حيث شهد الحفل عدد من الفقرات وكلمات المسؤولين. أكد محافظ القاهرة خلال الحفلة على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية، مشيدا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر والذي تلاحظ استلاميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة. بنحتفل اليوم بتجهيز 51 عروسة بالتنسيق ما بين مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والجمعيات الإقليمية بالمجتمع المدني بالقاهرة. النهاردة يعني حقيقة بنشهد يعني دعم كامل ما بين الدولة متمثلة في التضامن الاجتماعي
لجمعيات الأهلية مشاركة حقيقية لإسعاد بناتنا عرائس المستقبل وتجهيزهم بالكامل. ودي المبادرة مش الأولى اللي يعني أطلقتها الدولة. الدولة بتتحرك في مبادرات كثيرة في جميع النواحي الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية من أجل المواطن المصري. المواطن هو محور اهتمام الدولة وأولى اهتمامات القيادة السياسية، واللي دايما سيادته بيوجه بتوجيه مثل هذه المبادرات. النهارده أكتر شيء طبعا بيسعدنا وهو يعني تكاتف جميع المجتمع ما بين الدولة والمجتمع المدني في إعادة الرسمة والفرحة على يعني قلوب المصريين. يعني بنتوجه طبعا ب يعني خالص التهنئة لرئيس اليوم، وإن شاء الله يعني دي مش المبادرة الأخيرة، ولكن احنا مستمرين في مثل هذه المبادرات. احنا مقبلين طبعا على العام الدراسي، وإن شاء الله في مبادرة برضو يعني قريبا في الأيام القادمة يعني في خاصة بالأدوات المدرسية بالمشاركة ما بين التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني. دائما مصر في يعني تكاتف وترابط وبأبنائها المخلصين، وإن شاء الله دائما تحيا مصر بأبنائها المخلصين المحبين. النهارده احنا فعلا بنلبي تعليمات ونلبي ما اعلنه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره كريمه بالنسبه للاسر الاولى بالرعايه، الاسر الاكثر احتياجا. النهارده احنا كان عندنا تكريم ل 51 عروس على مستوى محافظه القاهره، كان مشارك اكثر من 51 جمعيه معانا، كان عندنا اكثر من 14 اداره اجتماعيه على مستوى محافظه القاهره، قدمت كل الدعم للعرايس المصوره في اجهزه كهربائيه بالنسبه للعرايس. دي مش اخر مبادره، ان شاء الله في مبادره ثانيه عاملينها على العام الدراسي، في اكثر مبادره بتتعامل في مبادره المعاقين، في مبادره للحالات اللي هي ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه. جاء الحفل في اطار تفعيل مبادره حياه كريمه التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بهدف المساهمه في رفع العبء عن ابناء المحافظه في اطار اهتمام الدوله برعايه غير القادرين. كامل يوسف، سي تي في. جميل اللي يفرح الناس وينشر الفرحة وسط الناس. بفرح جدا بموضوع العرايس، خاصة فكرة تستير، يعني ان البنات تتستر يعني، او يعني في الاحياء الشعبية بيقولوها كده يعني. فدي بتبقى حاجة جميلة جدا ان احنا نهتم بالعرايس ونجوزهم خاصة غير القادرين، دي حاجة عظيمة جدا يعني. ناخد مع حضراتكم افتتاح معرض اهلا مدارس. امبارح تم افتتاح معرض اهلا مدارس في القاهره في مدينه نصر، في مقر الرئيسي في ارض المعارض بمدينه نصر. وكمان هيبقى في 19 معرض بمختلف انحاء الجمهوريه، 21 معرض متنقل بدايه من اليوم وحتى 27 سبتمبر، حتى 27 سبتمبر الجاري، بالشراكه مع 175 شركه قطاع خاص. هيبقى في تخفيضات داخل المعرض من 20% ل 50% على الادوات المدرسيه والشنط. انا بنصح حضراتكم، واحنا كنا عملنا يعني لقاء قبل كده على موضوع اهلا مدارس، روحوا واتفرجوا، ولو انت حاسس ان اسعار غاليه في المكتبات الكبيره، لا روح واشتري واتفرج واسال عند كذا حد واعرف الاسعار بره عامله ازاي والاسعار في المعرض عامله ازاي. خد ولادك واعتبرها يوم خروجه كده، بس طبعا معانا الكمامه يعني، ونشتري حاجتنا، نشتري حاجه المدارس. كل سنه وانتم طيبين. مريحه جدا انك تشتري كل حاجتك من مكان واحد يعني معرض يعني زي خروجه حلوه برده يعني. كل المكتبات اللي احنا ممكن نلف في اكتر من مكان او منطقه عشان نشتري حاجاتنا ونقارن الاسعار تبقى موجوده معانا في مكان واحد. وهنا صحيح. كان محل الشنط في منطقه والمكتبه والكتب الخارجيه في منطقه، لكن انت كل حاجه متوفره معاك وهتلاقوها بسعر التكلفه او بسعر الجمله. روحوا برده ابعتوا لنا وقولوا لنا ايه الاخبار وشفتوا ايه هناك في المعرض. طيب نروح لخبر تاني، القاهرة التاريخية. واحنا شايفين اهتمام كبير جدا 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 من قبل سيادة رئيس الحكومة بتطوير القاهرة التاريخية عشان السياحة ترجع مرة تانية. الحقيقة احنا بنمتلك قيمة كبيرة وقيمة أثار وقيمة تاريخ وحضارة في المنطقة دي، فتطويرها والاهتمام بيها ده شيء مهم. سيادة الرئيس يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وده من خلال اجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وفي نفس الاجتماع كان في تأكيد على فكرة
كرامة الإنسان، توفير مسكن آمن للإنسان، تحسين ظروفه المعيشية قدر الإمكان، أنه كل الأمور اللي لازم تكون ميسرة ومتوفرة أن الواحد يحيا حياة آدمية وكريمة. تمام. من الأخبار الكويسة طبعاً تعرفين أن موضوع التابلت ده بقى أساسي، يعني بقى في المدارس شيء أساسي جداً، ويبدو أنه هيتم الاعتماد عليه بشكل كبير جداً. وطبعاً طالما التابلت يعني بقى أساسي في المدارس، فممكن بعد كده الجامعات كمان يبقى فيه تابلت أو يبقى فيه جهاز يعني محترم مع الطلبة. فرئيس الوزراء طالب خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات على فكرة توطين صناعة التابلت في مصر، وما تقلش المكونات المصريه من التابلت عن 60% من مكونات التابلت. طبعا انتوا عارفين احنا بنستورد التابلت من الصين، لكن فكره وجوده في مصر او الصناعه تبقى وجودها في مصر دي حاجه هتبقى عظيمه جدا، خاصه ان احنا هنحتاج كل سنه ملايين من جهاز التابلت. ففكره توطين الصناعه دي في مصر ووجودها في مصر اكيد فكره رائعه جدا. مخالفات البناء والتصالح آخر مهلة 30 سبتمبر. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، خصصنا له أكتر من مرة أكتر من فقرة عشان كل التفاصيل اللي حضراتكم حابين تعرفوها عشان تقدموا التصالحات. الخبر بيتكلم عن أن في 1,200,000 طلب تصالح، 1,200,000 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن. اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية قال أن الدولة مصرة انها يعني تنتهي باقصى سرعه من الملف ده ومن المشكله دي، وفي الاخر في هدف واحد بس هو الحفاظ على حق الاجيال القادمه في الاراضي الزراعيه، وكفايه قوي تعدي على الاراضي الزراعيه، الاراضي اللي مملوكه الدوله ترجع للدوله. اي واحد عاوز يبني يبني صح، ما يبقاش مخالف، اي واحد ليه حق يبقى ياخده، اي واحد بيشتري شقه يبقى في ايده الورق اللي يقول ان انا يعني ليا حق في المكان ده مش مخالف. خلاص انتهى بقى فكره المخالفات، واللي يعدي من تحت العماره وشايف الغلط بيتعمل ويبقى حد من المسؤولين ولا كانه شايف حاجه. فان شاء الله لغايه يوم 30 سبتمبر دي المهله الاخيره، اللي ما لحقش انه يقدم الطلب بسرعه جدا قبل ما الوقت يعدي. تمام. رئيس الوزراء بيعقد اجتماع لتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج. دي كمان من الحاجات اللي يعني اللي اتكلم فيها دكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، وبيقول في الخبر: هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكتب التمثيل التجاري والمكاتب السياحية والثقافية والتمثيل العمالي وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذلك ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب باعتبارها جزءا من قوة مصر الناعمة. الكتابة للأطفال فن، والموضوع مش سهل أبدا، لكن بناء عقول أطفال الحقيقة دي حاجة مهمة جدا، وإحنا يعني يمكن بنشجع أن يكون في كتاب أكتر وفكر متطور أكتر للأطفال. زي زمان كده الواحد لما كان بس مجرد أنه يحكي قصة، تيجي تتقابل مع الطفل ده هو شخص كبير، وتلاقي الحكاية اللي سمعها هو صغير أثرت فيه وفي شخصيته وفي تعاملاته وفي كل حاجة. الكاتبة نتيلة راشد مصرية، جوجل أو والسوشيال ميديا بتحتفل بذكرى ميلادها، من أفضل كتاب الأطفال، ومشهورة أو معروفة باسم ماما لبنى، حاصلة على جائزة الدولة في أدب الأطفال عام 1978، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أفنت حياتها في المجال، مجال كتابة الأطفال، شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة المصرية. طبعا توفيت في عام 2012 عن عمر 77 عام. ربنا يرحمها يا رب. لكن احنا عندنا كتاب موهوبين جدا جدا، لكن ادب الاطفال او الكتابه للاطفال انا بشوف انها مجال مهم جدا وفي زخم، ويمكن محتاجين نشوف ده كمان على الساحه بشكل اكبر الفتره اللي جايه. تمام. دي طبعا من الحاجات يعني جميل ان احنا دايما نظهر الشخصيات الايجابيه واللي كان ليها دور بارز في المجتمع. كمان وزيره الصحه بتعلن عن فحص 8,030,000 سيده منذ انطلاق مبادره الرئيس لصحه المراه. طبعا رقم كبير جدا، يعني فحص 8,000,000 امرأة مصرية و30,000 كمان، ده رقم كبير جدا. وأنا يعني الحقيقة موضوع يعني المبادرات الرئاسية اللي بتقوم بها وزارة الصحة دي حاجة مهمة جدا 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 لصحة الإنسان المصري. زي ما بنتكلم على أهمية التعليم
ودوره في بناء الإنسان. الصحة كمان حاجة مهمة جدا، الناس كلها والعالم كله بيتكلم على إن إزاي المصريين كلهم عملوا فحص مثلا فيروس سي والسكر والضغط والحاجات دي كلها، دي حاجة يعني مبادرات من المبادرات العظيمة جدا اللي بنتمنى تكرارها باستمرار. طيب يعني يمكن خبر أخير كده قبل ما نخرج للفاصل، إحنا قطاع السياحة ودعم قطاع السياحة في فترة أزمة كورونا، ويا رب بس الأيام الجاية دي تكون أفضل، إحنا بنتمنى إن الدنيا ترجع زي ما كانت عشان العاملين في السياحة والأزمة الكبيرة اللي هم مروا بيها. لكن الخبر بيتكلم عن إن الدولة استقبلت 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال فترة كورونا، وما كانش فيه إعلان عن أي إصابات من السائحين اللي جم لمصر في الفترة دي، فيما عدا طبعا كانت بداية الأزمة وبعدها كان في قرارات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص والتحليل قبل الدخول على المطارات، الطيارات بتروح مباشرة على مرسى علم على شرم الشيخ من غير ما يكون في دخول للمحافظات أو لمصر بشكل عام. فالحمد لله يعني ما كانش فيه أي إصابات، إن شاء الله الفترة الجاية تكون في دعم أكبر وعدد أكبر من السائحين من مختلف الجنسيات. لسه معاكم إن شاء الله تبقى حلقة مميزة جدا النهاردة، نخرج لفاصل قصير ونرجع وباكرا يا رب تسمعوا صوتي.